للحديث عن أسباب إصرار السلطات الحكومية في العراق الإبقاء على وزير الدفاع العراقي الأسبق الفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد في سجن الحوت حتى وفاته بأزمة قلبية، ينضم إلينا من إسطنبول العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. سيد حاتم، بداية أهلا بك. يعني في البداية، لماذا هذا الإصرار على إبقاء عسكري مهني وليس سياسيا مثل سلطان هاشم؟ لماذا هذا الإصرار في إبقائه بالسجن حتى الموت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمشاهدي قناتكم الكرام. أهلا بك. حقيقة بداية أود أن نعزي أنفسنا أولا ونعزي الشعب العراقي والمؤسسة العسكرية العراقية العريقة التي أذاقت الإيرانيين السم الزعاف في الحرب العراقية الإيرانية، ونعزي الأمة العربية برحيل القائد الفذ الفريق الأول لركن سلطان هاشم أحمد. هذا القائد اتصف بالشجاعة والإدارة والخلق الرفيع، وكان رجل متواضع بشكل كبير جدا، وكانت لديه مواقف إنسانية، وكان يتمتع بالكثير من القدرات العسكرية التي أهلته أن يتقدم على الكثير من أقرانه في المؤسسة العسكرية. أما بالنسبة للسؤال الذي تفضلت به بأنه لماذا يقبع، أنا أعتقد بأن هذه الجريمة تشترك فيها الولايات المتحدة الأمريكية بداية، لأنها سلمت هؤلاء القادة العراقيين بدون أسباب حقيقية إلى حكومات طائفية تأتمر بإمرة إيران. فلذلك بقائهم في السجن أنا أعتقد بأنها جريمة تشترك فيها القوات الأمريكية أبد أولا، وتشترك فيها الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد عام 2003 طبعا، وهذا بإلحاء من إيران، لأنه يجب أن يتعاملون هؤلاء كأسرى حرب، ويجب أن تنتهي ملفاتهم قبل أن يسلم الملف الأمني للقوات الأمريكية إلى القوات العراقية. ولكن مع هذا استمرارا في هذه الجريمة التي ارتكبوها، وهنا احنا حقيقة نستغرب الصمت الدولي لمنظمة الهلال الأحمر والمنظمات الدولية والأمم المتحدة. ما يجري في السجون العراقية الآن هو عملية تصفية جسدية لهؤلاء القادة بطريقة حقيقة إما بالإهمال المتعمد أو بإجبارهم على كثير من الممارسات التي يمكن تؤدي إلى وفاتهم بسبب كبر سنهم، منها الإهمال الصحي وغيرها. لذلك أنا أعتقد بأن هي جريمة حقيقة تحاسب عليها الحكومة العراقية بالدرجة الأولى الآن، وأعتقد بأنها بإيحاء من إيران بعدم إطلاق سراح هؤلاء القادة. نعم، إذا أردنا أن نتجه إلى موضوع آخر في ذات السياق أيضا سيد حاتم، إلى أي مدى ترى أن إبقاء سلطان هاشم وبقية القادة في السجن هو بإملاءات إيرانية؟ نعم، لا شك، يعني لا أحد يختلف الآن في العراق على أن هؤلاء قد يمثلون الآن يعني إجماع وطني. يعني سلطان هاشم الآن يمكن أن أقول بأنه الكثير الآن من القادة الشيعة يترحمون على سلطان هاشم، لأن يعني هذا الرجل تعامل بحيادية في كثير من الملفات، وتعامل بإنسانية، وكان الجميع يحترم هذا الشخص ويجله في 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 سيرته القيادية التي استمر فيها في الجيش إلى عام 2003. وبالتالي خروج هؤلاء قد يشكل خطر على حكام المنطقة الخضراء، ويشكل خطر على إيران، كون هؤلاء القادة هم الذين تصدوا للهجمة الصفراء من إيران، وهم الذين وقفوا لمدة 8 سنوات وخاضوا العديد من المعارك مع إيران، بحيث عندما قال الخميني قال أني أتجرع السم عندما وافق على وقف إطلاق النار. وبالتالي هي عملية انتقام ممنهجة تقوم بها حكومة المنطقة الخضراء التابعة لإيران من خلال الميليشيات المسلحة التابعة، ومن خلال النظام الحاكم الطائفي الذي جاء به المحتل بعد عام 2003. سيد حاتم، باعتقادكم الشخصي، لماذا بعض الضباط من الجيش السابق الآن نجدهم في مواقع قيادية في الجيش الحالي، بينما آخرون يغتالون أو يتركون حتى الموت في السجون؟ نعم، هذه قضية واضحة جدا، بأنه السياسة الطائفية التي انتهجت بعد عام 2003 من خلال المعاصصة الطائفية ومن خلال المشروع الذي جاءت به أمريكا إلى العراق، جعلت الكثير من القادة الشيعة لا يشملون بمسألة اجتثاث البعث أو بالمسائل الأخرى،
مما ادى الى رجوعهم الى كثير من الدوائر الحساسه، وهم الان في كثير من مفاصل الدوله العراقيه، بينما الطوائف الاخرى لا، يجب ان تخضع الى القوانين التي فصلت بشكل مقصود، يعني لاستهداف طائفه معينه بعينها، واقصاء هؤلاء الضباط الذين يمكن ان يكون نفسهم وطني بشكل كبير جدا ويختلف عن بقيه القاده الاخرين. كما ان اغلب القيادات الان التي نستطيع، لا اريد ان اقول الجميع ولكن اقول في الغالب، يعني هم تبع لايران يعني، وبالتالي يسمح لهم بالعوده الى مثل هذه المؤسسات، ولكن الطوائف الاخرى تمنع، وهو ازدواجيه في التعامل، ازدواجيه في القرار، وطائفيه في التعامل مع بقيه المكونات الاخرى. نعم، اذا اردنا ان نتحدث اخيرا الان سيد حاتم، يعني باعتقادكم من سينصف يعني ذوي الضحايا من قتلى ومختطفين ومعتقلين منذ الاحتلال والغزو الأمريكي عام 2003 وإلى الآن؟ من سيقف بوجه هذه الجرائم باعتقادكم؟ لا شك بأنه الحكومات جميعا السابقة ولا هذه الحكومة يمكن لها أن تقف بوجه الميليشيات المسلحة التي تسيطر وتهيمن على المشهد العراقي بشكل كامل، ورأينا كيف كان هناك ازدواجية في التعامل في حادثة البعيثة عندما تم مسك خلايا صواريخ الكاتيوشا وتم إطلاق سراحهم. أنا أعتقد بأنه هذه الجرائم ستبقى إلى حين تأتي، يمكن أن تأتي حكومة عراقية حقيقية ووطنية تقوم بفتح هذه الملفات وإحالة المجرمين إلى المحاكم المختصة، لأن طالما من يمسك بقرار البلد السياسي والأمني هذه الميليشيات وبإيحاء من إيران، لن يسمح لأي حكومة موجودة الآن بفتح مثل هذه الملفات. من إسطنبول كنت معنا عبر الهاتف العقيد ركن حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، شكرا جزيلا لك.